أعزائي المشاهدين، أحبائي الطلبة، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم إلى هذه الندوة الأولى لهذا العام الدراسي في الجغرافيا للصف التاسع الأساسي، والتي هي بعنوان الفلك. وتأتي هذه الندوة انطلاقا من أهمية التعاون بين وزارة التربية ووزارة الإعلام في نقل وتجويد العملية التربوية وتحسين كفاءة المدرسين والطلاب وحتى أولياء الأمور. في بداية هذه الندوة اسمحوا لي أن أرحب بالزميلتين العزيزتين الأنسة صفاء العلاف، موجهة اختصاصية للجغرافيا في ريف دمشق. أهلا وسهلا بك. والأنسة وفاء الأفندي، مدرسة في تربية ريف دمشق. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. وقبل أن أبدأ في هذه الندوة أعزائي الطلاب، لا تنسوا أن تغنوا هذه الندوة باتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة إن وجد هناك أي تساؤل عن هذه الوحدة، خصيصا وحدة الفلك، وإن كان تساؤل عن بقية الوحدات ممكن ذلك، ولكن أتمنى أن يكون التركيز على هذه الوحدة. بداية أنسة صفاء، تكون الحديث عن المعيار والمؤشرات لكل وحدة. ما هو المعيار والمؤشرات لهذه الوحدة؟ المعيار عندنا بوحدة الفلك هو توظيف مصادر المعرفة الجغرافية لاكتشاف خصائص بعض أجرام المجموعة الشمسية. أما بالنسبة للمؤشرات فالبحث في خصائص مجموعة كواكب المجموعة الشمسية، وتحليل نتائج حركتي الأرض، واستخدام شبكة الأحداثيات الجغرافية لتحديد الموقع واختلاف الوقت، تحديد الوقت اختلافه بين مدينتين أو تمام. أنسة وفاء، طبعا هذه الوحدة تتألف من ثلاث دروس. الدرس الأول هو عن كوكب المريخ بعنوان حلم قد يتحقق، والدرسين الآخرين هما عن حركة الأرض المحورية والحركة الانتقالية. أعطينا بطاقة تعريفية عن كوكب المريخ، شكله، لونه، معلومات عن كوكب المريخ. المريخ أنسة هو أحد كواكب المجموعة الشمسية. نحن نعرف أن نظامنا الشمسي أو المجموعة الشمسية بتألف من 9 كواكب، أولهم عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، ثم المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتو. أحد كواكبنا هو المريخ. المريخ يتصف بأنه شكله كروي مفلطح، لونه أحمر، الارتفاع نسبة أكاسيد الحديد في تربته. العائلة هو نظامنا الشمسي أو مجموعتنا الشمسية. ترتيبه بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية هو الرابع، والمدار اللي بدور فيه هو المدار الهليجي. تمام، إذا هو ترتيبه هو الرابع بين هذه الكواكب كما نشاهد على الشاشة. شكله ولونه اللون الأحمر الذي يتميز به كوكب المريخ. على فكرة أنسة صفاء، ما سبب اللون الأحمر لكوكب المريخ؟ ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد في تربته يعطيه اللون الأحمر لكوكب المريخ ويدعى بالكوكب الأحمر. تمام، يعني لو كانت أكاسيد النحاس قد يكون لونه أخضر، لو كانت أكاسيد الألمنيوم لون آخر، لأنه كل معدن يعطي أكاسيده تعطي لون مختلف عن الكوكب الآخر أو عن المعدن الآخر. أنسة صفاء، عنوان الدرس حلم قد يتحقق، ما هو الحلم وما هي الرؤية التخيلية لهذا الكوكب؟ الحلم أنه أرسلنا مركبة للفضاء، للفضاء لدراسة أوضاع الفضاء في عام 2012، كانت أول مركبة فبدأت رحلتها الطويلة. وفي عام 2018 وكالة ناسا أعلنت عن إرسال مركبة لمركز بيت كيورستي لدراسة كوكب المريخ، وبناء مشروع مارش على كوكب، على أرض كوكب المريخ، بالاعتماد على المواد الموجودة على سطح المريخ. فيعني ممكن اعتماد الحياة، اكتشاف الحياة على سطح المريخ. فكانت المحاولة لاكتشاف كوكب المريخ والعيش على سطحه. تمام. أنسة وفاء، هناك فرق بين الكوكب المريخ والأرض من حيث الحجم والجاذبية، ما هو الفرق بينهما في الحجم وفي الجاذبية أيضا؟ طبعا كلنا نعلم بأن المريخ أصغر من الأرض بحوالي 6 مرات. اختلافه بالحجم أدى إلى اختلاف بالجاذبية، لذلك نلاحظ بأن الإنسان يختلف وزنه بين المريخ وبين الأرض.
والسبب كل ذلك لأن المريخ أصغر من الأرض بحوالي 6 مرات تقريبا. يعني إذا كان وزني كما نرى على الشاشة 100 كيلوغرام على الأرض، على المريخ يكون 38 كيلوغرام، لأن هو نسبة جاذبيته 38% من الجاذبية. إذا أي رقم نريد أن نعرف أي وزن؟ عزيزي الطالب، إذا كان وزنك مثلا 50 كيلوغرام على الأرض، تضرب 50 ضرب 38 تقسيم 100 يكون هو وزنك، فسوف تكون هناك تقريبا 19 كيلوغرام من كان وزنه 50 كيلوغرام. انا عم فكر اذهب الى المريخ وازن نفسي. لا هنا. انا بروح دغري. تمام. ما بخسر شيء. كوكب المريخ ايضا يختلف عن الارض انسه صفاء من حيث الغلاف، يعني غلاف الجوي وتركيبه الغازي لكل من الكوكبين. ما هو نسبة الغازات في كوكب المريخ وكوكب الأرض؟ عندنا صورتين بالكتاب ممكن نعتمد عليهم لتحليل بنية الغلاف، تركيب الغلاف الجوي للأرض وتركيب الغلاف الجوي للمريخ. فبنلاحظ بالنسبة لتركيب الغلاف الجوي للأرض، غازات 78% نسبة غاز النيتروجين، و 21% نسبة غاز الأكسجين، و 1% غازات مختلفة. بينما تركيب الغلاف الجوي للمريخ عندنا CO2 هو غاز ثنائي أكسيد الكربون 95%، بينما النيتروجين 3% وغازات مختلفة 2%. فهذا يظهر أنه اختلاف كبير بين تركيب الغلاف الجوي للمريخ والغلاف الجوي للأرض من خلال الصور الموجودة أمامنا. تمام. أنسة وفاء، بهذا التركيب هل يمكن الحياة على كوكب المريخ ولماذا؟ مستحيل، لأن المريخ بيملك غلاف جوي رقيق، كثافته ضعيفة جدا، جاذبيته أيضا ضعيفة، لذلك يسمح بمرور كمية كبيرة من الأشعة الشمسية. هذا أولا. ارتفاع نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون يؤثر، هي من الغازات السامة طبعا، تؤثر سلبا على البشرية. قلة نسبة الأكسجين كمان تلعب، هو العامل الأكبر لعدم القدرة على الحياة في كوكب المريخ. تمام. نلاحظ على كوكب المريخ هناك له أغطية جليدية، هل هذا الجليد هو ماء؟ يعني هناك حياة؟ هو عبارة عن تجمد غاز CO2 تجمد على سطحه وشكل طبقة متماسكة ومتغيرة طبعا للفصول تسمى الثلج الجاف. إذا هي ليست ماء؟ ليست ماء، هي عبارة عن غاز CO2 متجمد. إذا بهذه الحالة لا نستفيد من هذا الثلج. هل هو حجمه ثابت أم هو متغير؟ ومتغير طبعا لاختلاف الفصول، لأنه عندنا 4 فصول المريخ كما يوجد في الأرض 4 فصول. تمام. إذا جئنا إلى قليلا عن تضاريس المريخ، عندما نصور المريخ من سطح الأرض أو من المركبات الفضائية نراه أملس، ليس هناك جبال، ليس هناك وديان، ومع ذلك عندما وصلت المركبة وجدت أن هناك فوهات وجبال وديان. ما سبب هذا المنظر أنسة وفاء من الأرض؟ لماذا يظهر وكأنه أملس؟ لوجود التضاريس، بتميز المريخ بتنوع تضاريس. لماذا لا تظهر إلى الأرض هذه التضاريس؟ من يغطيها؟ العواصف الغبارية. تمام. العواصف الغبارية بتلعب دور بإخفاء ملامح التضاريس وبتغير لون السماء لتصبح لونها برتقالي أحمر، توقف عمل الروبوتات اللي احنا طلعينها مباشرة لحتى تساعدنا بوصول المعلومات للأرض. تمام. كما نشاهد على الفيلم، هذا هو سطح المريخ كما يبدو، نلاحظ هناك تضاريس، هناك فوهات سمعتها النيازك كما سنرى بعد قليل، وهذا اللون الأحمر لتربته. إذا هو غني بالتضاريس، ولكن لا تظهر هذه التضاريس بسبب هذه العواصف الغبارية. طيب، العواصف الغبارية ألا تهدأ، ألا تنزل إلى سطح الأرض الغبار؟ لماذا على سطح المريخ عفوا، لماذا لا ينزل؟ تبقى عالقة في الجو. لماذا؟ بسبب عدم وجود الأمطار، لأنه أكثر الكواكب عواصف هو كوكب المريخ، وهي كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب المريخ، وعدم هطول الأمطار هو يؤدي إلى هذه الغبار عالقة في الجو. لا تنزل. إضافة إلى قلة الجاذبية تلعب كبير، لو كنا على الأرض الجاذبية الغبار تنزل شيئا فشيئا. تمام. هناك سببين، ضعف الجاذبية وعدم وجود الأمطار على سطحه. طيب أنسة وفاء، كما نرى أن هناك تضاريس على سطح المريخ، ما هي العوامل التي أدت لتشكل هذه التضاريس؟ جاء سؤال قبل عامين عن أسباب تشكل التضاريس أو العوامل التي أدت إلى تشكل التضاريس بين الأرض والمريخ. طلابنا أجابوا عن قسم من
الإجابة وتركوا القسم الآخر فيما يخص الأرض. نحن بنقول لطالبنا أنه الصدام النيازي هو أحد العوامل التي أدت إلى تشكل تضاريس المريخ. هذا ليس العامل الوحيد. طبعا هناك أيضا ثوران البراكين، هناك العامل الجليد، الرياح، الماء، كل ذلك أدى إلى تشكل تضاريس مختلفة بالنسبة للمريخ. يتساءل الطالب من أين آتي بإجابتي عن الأرض؟ نقول له الإجابة نفسها، فقط الصدام النيازي قلت الآن. اليوم في عندنا شيء اسمه نسميه حركات تكتونية، التواءات وانكسارات كانت العامل الأكبر لتشكل تضاريس الأرض. تمام، إذا هناك كما موجود في الكتاب ست عوامل لتشكل تضاريس المريخ، هي الصدام النيازك، البراكين، الحرارة، رياح، مياه وجليد. في الأرض نستثني الصدام النيازك لأن الغلاف الجوي سميك للأرض وهو يحمي الأرض من الصدام النيازك ويحولها إلى شهب. تصل طبعا، ليس لا تصل ابدا قبل وصولها الغلاف تتحول الى شهب خلال مرورها في الغلاف. تمام، لكن هناك وصلت اجزاء منها، طبعا عندما تصل تسمى نيزك، اذا لم تصل تسمى شهب. فوصلت اجزاء منها كما حدث في شمال روسيا وكندا، حفرت حفر لكن عددها قليل جدا، كل عشرات السنين ممكن ان تحدث حادثه واحده لا تؤدي الى تشكيل تضاريس كما على سطح المريخ. أنسة صفاء، هناك يعني تضارب في قولنا قبل قليل، قد يشعر الطالب أن هناك نوع من التضارب. قلنا له أن سبب عدم نزول الغبار إلى سطح الكوكب هو عدم وجود الأمطار، وقلنا من العوامل المؤثرة في التضاريس هو المياه بالمريخ. من أين أتت هذه المياه؟ هلأ في كان في قبل ملايين السنين، مليارات السنوات، كان يوجد مياه على سطح المريخ، كان هناك يوجد مياه على سطح المريخ، وهناك صورة في الكتاب تبين أنه شبكة أودية نهرية جافة تبين أنه هناك كان في مياه على سطح المريخ، ولكن بسبب تغير ظروف المناخ في المريخ صارت ظروف قاسية، تغيرت وارتفاع درجة الحرارة فأدت إلى الجفاف. إذن في السنوات أو في عشرات الآلاف والملايين السنين السابقة كان هناك مياه أدت لتشكل تضاريس، أما في الوقت الحاضر فليس هناك مياه. تمام، نعود إلى آلية تشكل هذه النيازك. كيف تتشكل هذه النيازك على سطح المريخ أنسة وفاء؟ النيازك عندما تأتي بقايا مواد كونية تلتهب عندما تدخل الغلاف الجوي الأرضي. إن دخلت الغلاف الجوي الأرضي وصدمت بالأرض نسميها نيازك. عندما تصطدم بأرض المريخ تشكل فوهات، ما نسميها بفوهات تصادمية. تمام، الفوهات التصادمية هي عبارة عن حفرة شديدة الانحدار، شظايا النيزك تتطاير حول الحفرة التصادمية بتشكل عندنا حفر أو فوهات منطق عليها اسم فوهات ثانوية. تمام، الشظايا مذكورة في الكتاب الركام، هي كالشظايا تماما. هناك كثير من الطلاب يتساءل أنه كيف سنعرف الإجابة؟ مثلا هذا الكتاب، الصورة التي نراها الآن على الشاشة، يوجد تحت منها في الكتاب أسطر فارغة يريد أن الطالب أن يكتب كيف تحدث آلية التصادم. إذا قرأ الصورة يستطيع أن يعرف كيف. طبعا، يعني هي صحيح هناك فراغات في كتاب الجغرافيا لكن هناك مؤشرات تدل على الإجابة. فإذا نظرنا إلى الصورة رقم واحد مكتوب فوق مسار الكوكب أو النيزك كيف جاء واصطدم بالمريخ، كيف شكل تحت الصورة فوهة اصطدام على شكل إناء لها حافة صخرية بارزة. في الصورة رقم اثنين نلاحظ كيف تناثرت الركام إلى حول الفوهة التصادمية وشكلت فوهات صغيرة تسمى فوهات ثانوية. إذا الطالب لا يخترع من عقله وإنما ويستنتج من هذه الصورة بمساعدة معلمه في الصف. لذلك لا نقول أن كتاب الجغرافيا لا يحتوي على الإجابة، يحتوي على مفاتيح الإجابة على الطالب أن يصيغها ويحولها إلى إجابة مكتوبة بالتعاون مع المدرس. كما ذكرنا أن هناك في المريخ فصول أربعة كما هو في الأرض. الفصول الأربعة في المريخ لن نتكلم عنها بتوسع لأن هناك سنتكلم بعد قليل في الأرض، لكن هذه الفصول الأربعة هل أسباب حدوثها هو نفس أسباب حدوث الفصول الأربعة على سطح الأرض؟ نعم أو لا؟ هل هو نفس الأسباب؟ نعم نفس الأسباب. لذلك عندما نشرح بعد قليل أسباب الفصول الأربعة في الأرض تكون هي نفسها في المريخ. من خلال هذه الصورة نلاحظ أن الكوكب يوجد حسب الفصول في هو خلال دورانه يأخذ أربع جهات.
عندما يكون مثلا في هذه الجهه ممكن يكون فصل صيف، في الجهه الاخرى ممكن يكون فصل شتاء، هل هو السبب القرب والبعد عن الشمس ام هناك اسباب اخرى؟ عسى صفاء، ما هو سبب حدوث الفصول الأربعة على سطح المريخ؟ سبب حدوث الفصول الأربعة نتيجة دوران كوكب المريخ حول الشمس. هذا سبب. ثبات ميل محوره بزاوية على مستوى مداره الليلجي بزاوية مقدارها 24.9. هي سبب اختلاف الفصول، حدوث الفصول الأربعة. تمام. إذا السبب الحدوث للفصول الأربعة هو دوران المريخ حول الشمس ومداره الليلجي وثبات ميل المحور بزاوية مقدار على مستوى مداره. هيجة بزاوية مقدارها 24.9، هي سبب حدوث الفصول الأربعة على سطح المريخ. تمام. طبعا هذه الصورة أيضا كما ذكرت زميلتي قبل قليل هو المقارنة بين شبكة أودية قد ظهرت على سطح المريخ في الأعلى، وفي الأسفل هو صورة لأودية موجودة في اليمن في سد مأرب، عند سد مأرب نلاحظ هناك تشابه، أي أن المسبب هو نفسه، هو الأيام الخالية القديمة كان هناك يوجد مياه على سطح المريخ لكن لم تعد توجد هذه المياه. هناك سؤال أيضا عن شيء اسمه الحركة التراجعية للمريخ، هل بإمكانك أنسة وفاء أن تذكري لنا ما هي أسباب الحركة التراجعية؟ ما معنى الحركة التراجعية وما هي أسبابها على سطح المريخ؟ الحركة التراجعية هي شعور الإنسان بأن المريخ من كوكب الأرض يتباطأ أو يتراجع. المريخ لم يتباطأ ولم يتراجع، إنما ما يحدث هو ما نسميه بالحركة التراجعية، والسبب لأن المريخ أبعد عن الأرض من عن الشمس من كوكب الأرض. اثنين، بما أنه أبعد بيكون مساره أكبر يعني بيحتاج وقت أكبر في دورانه. لذلك كل دورتين للأرض عن دورة واحدة للمريخ، كل ذلك بسبب أنه فقط أن المريخ أبعد عن الشمس وسرعة المدار بتختلف بين الأرض وبين المريخ، لذلك يظهر أنه هناك حركة تراجعية. كما نقول نحن أيضا كما مثال السيارة. تماما. عندما تكون هناك سيارتان تتسابقان، السيارتان تتقدمان نحو الأمام، لا توجد سيارة ترجع إلى الخلف، لكن الراكب في السيارة الأسرع عندما ينظر إلى السيارة الأبطأ يشعر بأنها تتراجع، أنها تتراجع بالنسبة له. لذلك دائما عندما نحب أن نرى حركة تراجعية لأي كوكب، أين نقف؟ على أي كوكب آخر؟ يعني ما هي الكوكب أقرب للكوكب الأبعد؟ تمام. إذا دائما داخلي كوكب خارجي أو كوكب تمام. إذا دائما نقف الأبعد. يعني إذا جاء سؤال للطلاب مثلا اختر الإجابة الصحيحة، نشاهد حركة تراجعية للكوكب مثلا زحل، على أي كوكب لازم يقف؟ زحل أورانوس. على الأقرب اللي هو المريخ. المريخ أنا. تمام. أو المشتري حسب ترتيب الكواكب. المريخ للمشتري. تمام. المريخ بوقف على سطح المريخ لاحظ حركة تراجعية للمشتري. تمام. إذا المريخ للمشتري معناته المشتري لزحل. المشتري دائما لزحل. عندما نقف على الأقرب كوكب داخلي لكوكب خارجي. وكنا في كوكب خارجي السؤال. تمام. إلى كوكب داخلي ماذا سنشعر بالنسبة للكوكب الداخلي؟ سنشعر بأن الكوكب الآخر سيتباطأ حركة معاكسة. تمام. تمام. دائما كما قلنا قبل قليل مثال حركتي السيارة، عندما نكون نركب على الأسرع يجب أن نكون على الأسرع، وننظر إلى الأبطأ نحس بأنه أيضا نشعر أيضا بنفس المثال عندما نكون متوجهين على أستراد المنصف، نشعر بأن السيارات من هنا ومن هنا هي التي تأتي باتجاهنا، أما نحن نتقدم. تمام. بالانتقال إلى كوكبنا، يعني أخذنا نصف الحديث عن كوكب المريخ لننتقل إلى الكوكب الذي نعيش به هو كوكب الأرض. يتميز كوكب الأرض فكرة نفسه بقية الكواكب، كل كواكب المجموعة الشمسية لها دورتان، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. ماذا نسمي الحركة حول نفسها وما هي نتائجها أنسة صفاء؟ حركة محورية، الحركة المحورية تدور حول نفسها تمها خلال 24 ساعة تم الأرض حركة كل جميع الكواكب تتم نفسها حركة محورية تسمى لما بدور الكواكب حول نفسها أو حول محورها. تمام. تمام. الحركة المحورية. المحورية وتستغرق على كوكب الأرض 24 ساعة وهي مدة اليوم والليل الكامل. تمام. اليوم الكامل نلاحظ أنه النهار والليل في أي مكان بالكرة الأرضية هو 24 ساعة مع بعضهم.
هذه ال 24 ساعة هي مدة دوران الأرض حول نفسها لدورة كاملة. تمام. ما هي نتائج أنسة وفاء هذه الحركة المحورية؟ نلاحظ بأن الحركة المحورية أثناء دورانها من الغرب إلى الشرق بعكس اتجاه عقارب الساعة مجموعة من العوامل، أولهم تعاقب الليل والنهار، ثم انحراف الأجسام بفعل قوة كوريوس. قوة كوريوس هي من تساهم بتحول الأجسام أو تحرك الأجسام إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي. قد يتساءل بعض الطلبة من أين جاءت قوة كوريوس. هلا سنتكلم عن كوريوليس مع فيلم، بس خلينا بالبدايه اول شيء رقم واحد، الصوره الاولى هي وين؟ الصوره الاولى في الكتاب، ما هي اول نتيجه؟ تعاقب الليل والنهار. اذا ترك فراغ تحتها يجب ان يكتب الطالب تعاقب الليل والنهار، اول نتيجه لحركه الارض المحوريه، وسببها هو دوران الارض حول نفسها، وان الارض هي على شكل كره، لذلك تشرق الشمس على اماكن قبل اماكن اخرى. الثانيه اثنين، اختلاف التوقيت واضح من خلال اختلاف الساعات او عقرب الساعات. تمام. لذلك عندما نتصل بقريب لنا في امريكا مثلا في هذا الوقت نتصل به انه نحن هلا مثلا منتصف النهار في الظهر، يقول لنا ماذا تريد ان تتصل فيني في منتصف الليل، او هناك اكثر نسميه شمس منتصف الليل. تمام. فهو عندهم ليل وعندنا نهار. تمام. ثلاثه، انحراف الاجسام بفعل قوه كوريوس. تمام. واربعه، تفلتح الكره الارضيه بفعل القوه النابذه. تمام. تفلتح عندما كانت الارض طريه لم تكن قد تصلبت، من الدوران تؤدي القوه النابذه الى توسع الحديد، ساهم بوجود قوه نابذه، سرعه دوران الارض ولدت قوه معاكسه نطلق عليها اسم قوه الطرد المركزيه او القوه النابذه، مما ادى الى انضغاط الارض عند القطبين وتفلتها عند خط الاستواء. تمام. الان مع الفيلم انسه وفاء، اشرحي لنا حركه قوة كوريوليس، ما هي قوة كوريوليس؟ قوة كوريوليس هي قوة قد نشأت بفعل الحركة المحورية للأرض، دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق بعكس اتجاه عقارب الساعة. سرعة دورانها أدت إلى وجود قوة كوريوليس، حيث تحرف الأجسام جميعا، كل الأجسام على كوكب الأرض إلى اليمين في نصف الكرة الشمالي وإلى اليسار في نصف الكرة الجنوبي. إذا هذا الدوران هو يؤدي إلى حرفها عن مسارها الأساسي. تمام. إلى يمين اتجاهها في نصف الكرة كما نشاهد في الفيلم في نصف الكرة الشمالي، وإلى يسار اتجاهها في نصف الكرة الجنوبي، وسميت طبعا بقوة كوريوليس نسبة للعالم الذي قال بهذه النظرية، وأيضا أحيانا تسمى باسم آخر ك فيرل تحرك الأجسام، ممكن فيرل على تمام على تحرك الأجسام، وبأسماء أخرى نسبة إلى العلماء الذين قالوا بهذه النظرية. طبعا بعد أن رأينا هذا الشكل وهذه الأسباب، أيضا هناك خط وهمي مشهور على الكرة الأرضية. طبعا هنا كل خطوط الطول هي خطوط وهمية. الخط الصفر خط غرينتش مشهور لأنه دائما نقول بتوقيت غرينتش هو خط التوقيت العالمي، لكن هناك خط للتأريخ العالمي، ليس توقيت وإنما التأريخ، يعني متى يبدأ اليوم ومتى ينتهي. بما أن الأرض كروية، من سيحتفل برأس السنة أولا؟ هي الدول التي تقع إلى شرق الكرة الأرضية، بس أي، هل هي أستراليا أم نيوزيلندا أم تسمانيا أم الصين، ما هي الدول؟ لذلك اصطلحوا أن يسمى هناك خط التاريخ الدولي. أنسة صفاء، ما هو خط التاريخ الدولي؟ خط التاريخ الدولي هو خط وهمي، منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي. تمام. وهو خط عبارة عن خط 108، عندنا خطوط الطول 360 خط طول، تقسم إلى قسمين، 180 شرق غرينتش 180 غرب غرينتش. فالخط رقم 180 هو خط وهمي، إذا هو المقابل غرينتش، منه يبدأ اليوم وإليه ينتهي، وهو الخط باتجاه الغرب بيزداد على البياض المسافر، خط التاريخ الدولي بده يزيد يوم، بده يزيد يوم باتجاه الغرب وينقص يوما باتجاه الشرق. تمام. إذا كتبت لنا مسألة وأن إنسان كان يوم الأحد عنده وهو في غرب خط غرينتش، غرب خط التاريخ الدولي، عبر إلى شرقه، فما هو اليوم الذي يكون؟ ننقص يوم، قبل يوم يكون هو يوم، إذا كان عنده يوم الاثنين يكون الأحد. تمام. كما وضعوا في الكتاب عن جزيرة بيرميد الكبرى وبيرميد الصغرى، صديقنا إيفيان. تمام. أيضا هناك من نتائج حركة الأرض المحورية كما قلنا اختلاف التوقيت، اختلاف التوقيت أنه الكرة الأرضية تدور حول نفسها بمدة 24 ساعة،
بال 24 ساعة تجتاز 360 خطا، معنى ذلك أن كل خط يحتاج إلى 4 دقائق وكل 15 خط يحتاج إلى ساعة. من هنا نجا مصطلح هو الحزام الساعية كما نشاهد. خط مثلا منتصف النهار عند الساعة 12 وضعينه، نلاحظ أنه باتجاه الغرب ننقص ساعة كلما اتجهنا 15 خط طول، وباتجاه الشرق نضيف ساعة إلى التوقيت الذي يعطى إلينا كلما اجتزنا 15 خط طول. لماذا 15؟ قلنا لأن كل 15 خط حزمة ساعية تحتاج الشمس إلى ساعة لعبور هذه أو لمرور هذه المسافة أمام ضوء الشمس. تمام. من هنا نشأت مسائل التوقيت، وهي من المسائل التي يستصعبها بعض الطلاب، أنه ما هي مسألة التوقيت وكيف إذا أعطوني ساعة في مكان سوف أعرف الساعة في المكان الآخر. أنسة صفاء، هل هناك قواعد أساسية لمعرفة فرق التوقيت بين مدينتين؟ الخطوات الأساسية بأي مدينتين؟ أول خطوة، كل حزمة ساعية تساوي 15 خط طول، كل حزمة ساعية تمر أمام الشمس خلال الساعة الواحدة 15 خط طول. يزداد التوقيت لحساب فرق خطوط الطول إذا كانوا المدينتين في اتجاه واحد بالنسبة لجرينتش، نطرح خطوط الطول. هي قاعدة أساسية، إذا كانوا في اتجاه واحد سواء شرقا أو غربا نطرح خطوط الطول. أما إذا كانوا في جهتين مختلفتين نجمع خطوط الطول. هي قاعدة أساسية عند حل المسألة يجب على الساعة. إذا الخطوة الأولى إما نطرح الخطين الطول اللتان هما معنا في المسألة أو نجمعهما. نجمع. إذا كانوا شرق شرق أو غرب غرب أي في نفس الاتجاه نطرح. نطرح. مثل المغناطيس، سالب مع سالب يتنافر، موجب مع موجب يتنافر، أما سالب مع موجب يتجاذب. فإذا كان شرق وغرب نجمع الخطوط. الخطوة الثانية نبدأ بالنسبة الناتج نقسمه على 15 خط طول، لأنه ما نطلع الساعة ساعة فرق كم ساعة أو ممكن لا نضرب بأربعة، نضرب كل خط طول يمر أمام الشمس خلال 4 دقائق يستغرق. متى نحتاج أنه نضرب بأربعة ثم نقسم على 60 ومتى نقسم على 15 مباشرة؟ هلا لما بيكون الرقم معنا انه غير انه في فاصلة وفي هيك ممكن نحتاج لنضرب بأربعة، ليس مضاعفات 15. اذا لم يكن من مضاعفات 15 اي لا يقبل قسمة على 15 هذا، نضرب بأربعة ثم نقسم على 60، لانه سوف يكون لدينا الفرق هو ساعات ودقائق. تماما. اما ان كان يقبل فلا داعي، لانه فورا نقسم على 15 فيكون فرق التوقيت بالساعات. هذه الساعات نضيفها أو ننقصها على حسب، إذا اتجهنا باتجاه الشرق نجمع وإذا باتجاه الغرب نطرح بالنسبة لخطوط الطول. كما نشاهد هنا الصورة التي في الكتاب هي مجموعة من خطوط الطول ومجموعة من المدن، ووضعوا لنا مسائل. فمسألة من المسائل كانت مثلا أنه كما نشاهد مثلا تشانغ مي الساعة فيها 14 ظهرا أي الساعة الثانية، وهي على خط طول 99 شرق غرينتش، وأبو ظبي أيضا تقع شرق غرينتش عند الخط 54، لكن ما هو التوقيت؟ وضع هنا فراغ. ما هو توقيت أبو ظبي انطلاقا من معرفتنا خط توقيت تشانغ مي أنسة وفاء؟ ماذا هي الخطوة الأولى؟ هلا ابو ظبي بس انسى 54 تمام. الخطوه الاولى هو انه نحن على سبيل المثال الاثنين شرق غرينتش شو بنعمل؟ نطرح 99 ناقص 54 تساوي، طبعا هي المساله موجوده في الكتاب، 59 ناقص 54 تساوي ما يعادل 45. تمام. 45 نضرب نقسمها على 15 لانه مضاعفات 15. تمام. 3 ساعات. الساعة في تشانغ مي 14، هل ننقص 3 ساعات ام نزيد 3 ساعات الى توقيت تشانغ مي؟ دائما نعلم طالبنا بان نتجه من المعلوم الى المجهول. المعلوم انه هم بالمسألة اعطيني ساعة واعطيني خط الطول، بالتالي يجهل الساعة في مدينة ابو ظبي، نتجه الى اتجاه الغرب، لذلك يقول بعملية الطرح. الطرح. نطرح 14 ناقص 3 يساوي 11. إذن هو 11 في أبو ظبي. أنسة صفاء، ممكن يكون العكس، المطلوب هو حساب الفرق بخط الطول كما هو الفرق بين الرقة مثلا وكما وضع في الكتاب وتشانغ مي أيضا.
كيف نستطيع أن نحسب خط الطول؟ ما هي الخطوات الثلاثة؟ هلأ خط الطول الذي يمر من مدينة ليست هذه المسألة بشكل عام، ثلاث خطوات لمعرفة خطوط الطول. هلأ أول شيء فرق التوقيت. فرق التوقيت بين المدينتين. إذا هم دائما نطرح ليس هناك جميع دائما نطرح الوقتين المعنى بالمسألة. تمام. فرق التوقيت، ثم ننظر إنه إذا كان التوقيت زيادة فاتجاه نحو الشرق، لأنه كلما اتجهنا شرقا عم يزيد التوقيت. وزاد نحو الغرب حسب التوقيت، ثم عنا المعلوم بنطالع بنضرب بنقسم على 15 وحسب موقع الخطين اما نجمع او نطرح. تمام. بالنسبه لخطوط الطول اذا اردنا مثلا ان نعرف ايضا كمساله في الكتاب الفرق بين الرقه وتشانغمي على خط الطول، هل لك ان تقراي المساله انس وفاء ونرى ما هي خطوات الحل؟ التوقيت في مدينه الرقه 10 صباحا والتوقيت في مدينه تشانغمي 14. خط الطول الذي يمر في مدينه تشانغمي هو 99 شرق جرينيتش، كما هو خط الطول الذي يمر في مدينه الرقه. تمام، عندنا ثلاث معطيات، عندنا وقتين وخط طول. تماما. ماذا نفعل بالوقتين؟ نقوم بحساب الوقت. دائما المعلم يطالبنا بان يطرح. تمام. المرحله الاولى 14 ناقص 10 يساوي 4 ساعات، ثم نبدا بعمليه تحويل الساعات الى خطوط طول نضرب ب 15. اذا انعكس في تلك المساله عندما نعرف الساعه نقسم على 15، هنا نضرب ب 15 ما يؤدي الى انه الناتج عندنا بيطلع 60 خط طول. ثم نبدا بعمليه حساب فرق خطوط الطول او ما يسمى بحساب خطوط الطول حسب جهه المدينه. نحن متجهين نحو الغرب، نقوم بعمليه الطرح. 99 ناقص 60 يساوي 39 هي المدينه التي تقع عليها مدينه دمشق. تمام. طبعا هناك مسألة مصورة لدينا على شاشة التلفزيون، سوف نعيدها أو نطرحها في النهاية إذا زاد معنا وقت، لكن الآن معنا الحركة الأخرى وهي الحركة المحورية الحركة الانتقالية. ما معنى الحركة الانتقالية وما هي نتائجها أنسة صفاء؟ الحركة الانتقالية هي حركة الأرض حول الشمس وتستغرق 365 يوم وربع في دورانها حول الشمس. تمام. وسبعة ميل محورة مثل ما تحدثنا عن المريخ، نفس الشيء بالنسبة للأرض. سبعة ميل محورة بزاوية مقدارها 66.5 على مستوى مدارها الإهليلجي، وينتج عنا من نتيجة دوران الأرض حول الشمس حدوث الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار. تمام. إذا نتيجتين، الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار. كما نشاهد على الفيديو أن هناك الأرض عندما تكون إلى مثلا يمين الشمس وهي بسبب ميلان محورها، هناك جزء منها يواجه الشمس أكثر من نصف، نصف الجنوبي أكثر من الشمالي، فيكون الجنوبي لأنه هو الأقرب باتجاه الشمس هو صيف والشمالي شتاء. نلاحظ على اليسار عندما تدور وتصل إلى الجهة المعاكسة يبقى ميلانها ثابت، لذلك يصبح الشمال هو الأقرب إلى الشمس أو متجه باتجاه الشمس، لذلك يكون فيها الفصل صيف، والنصف الجنوبي هو المبتعد عن الشمس، لذلك يكون الفصل شتاء فيها. ولا علاقة لبعد وقرب الأرض، طبعا هناك نقطتين، نقطة الحديد ونقطة الأوج، بما أن الأرض تدور بمدار إهليلجي والإهليلجي هو بين الدائري وبين البيضوي. تماما. لذلك بعد الأرض ليس ثابت عن الشمس، يعني أحيانا تكون بعد الأرض عن الشمس 149 مليون كيلومتر وأحيانا 151 مليون كيلومتر، هناك مليونين كيلومتر فرق، ومع ذلك ليس هذا البعد له علاقة بالفصول. قد تكون الأرض في نقطة الحديد والنصف الشمالي لديه شتاء، مع أن نقطة الحديد أي قريبة من الشمس، لأن في هذا الوقت النصف الشمالي يكون مبتعد عن الشمس، النصف الجنوبي هو الذي يتلقى ضوء وحرارة أكثر من الشمالي والعكس صحيح. ما معنى بس قبل يسألنا الطالب هل من الضروري أن نحفظ ميلان المحور بين المريخ والأرض؟ هلأ ماذا سنجيده؟ تمام. هلأ ميلان المحور بين الأرض والشمس هو قريب جدا من بعضه، لكن هناك في درس المريخ أخذ الفرق عن محور الدوران، يعني الفرق عن محور الدوران كما نلاحظ هذا هو مثلا محور الدوران، الفرق بينه 24.9. تمام. بالأرض أخذ ما بين الميلان وما بين مستوى الدوران، لذلك كان الرقم أكبر هو 66.30. أما هو بالحقيقة إذا أخذناها عن المحور تكون 23.30، إذا قريب من ميلان المريخ، المريخ أكثر ميلانا لكن قريب من بعضه. الرقمين ليس مهم كحفظهم، ولكن المهم أن نقول ثبات هذا الميل، ثبات هذا الميل هو المهم وهو الذي يؤدي إلى تشكل الفصول الأربعة كما ذكرنا. تمام. في المريخ.
أنسة وفاء، هلا انت حولتي لي سؤال، انت سالتيني يعني حلو صار. هلا انا بدي ارجع اسالك سؤال عن ايضا الفصول الاربعه. هناك شيء يسمى شمس منتصف الليل، ما معنى شمس منتصف الليل ولماذا تظهر هذه الشمس؟ شمس منتصف الليل هي ظهور شمس بشكل دائم لمده 24 ساعه لا تغيب نهائيا. احتمال انه المنطقه التي تكون فيها شمس لمده 24 ساعه في الجهه المقابله يكون ليل لمده 24 ساعه. تمام، فهي عندما تكون الشمس لمدة 24 ساعة في الجزء الشمالي تكون ليل لمدة 24 ساعة في الجزء الجنوبي. تمام، هلأ السؤال، الفصول الأربعة دائما الطلاب يعني كمان يحدث هناك لغط ما بين صيف وشتاء وربيع وخريف، كما رأينا قبل قليل دائما هناك تعاكس، إذا كان في النصف الشمالي شتاء يكون في النصف الجنوبي صيف، إذا في النصف الشمالي ربيع الجنوبي يكون خريف، عكسه تماما لأنه موضعه بالنسبة للشمس يختلف، إذا كان الشمال هو الأقرب إلى الشمس أو متجه في اتجاه الشمس يكون صيف، فيكون بعكسه القسم الجنوبي والعكس صحيح شتاء. الفصول الأربعة، إذا مسكنا الفصل الأول وهو الانقلاب الصيفي، ما هو سبب حدوثه؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال لنشاهد هذا الفيلم قليلا مع بعضنا، نلاحظ أن هناك الأرض هنا تدور حول الشمس، دوران حول الشمس يختلف حسب الشهور كما نشاهد تكتب على الزاوية، أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جينوري فبروري مارش إبريل ماي جون جولاي، إذا هدلون الفصول الأشهر. في سبتمبر هنا أوقف قليلا، خليها نلاحظ أن دائرة الإضاءة يختلف مرورها ما بين هل هي تمر من نقطة المحور كما نرى أم لا، يختلف ما بين الشهور، في نوفمبر تكون غير ديسمبر يختلف قليلا ويؤدي إلى تشكل الفصول. لنتوقف هنا قليلا، هذا الشكل يدلنا إلى الانقلاب الشتوي بالنسبة للنصف الشمالي. كيف عرفنا أنه الانقلاب الشتوي بالنسبة للنصف الشمالي؟ نلاحظ من هذه الصورة أنه النصف الجنوبي أكثر تعرضاً لأشعة الشمس. أولاً هذا اليوم متى يحدث الانقلاب الشتوي؟ يعني لن نبدأ بالصيفي، سنبدأ بالشتوي أنسة وفاء. في أي يوم يحدث الانقلاب؟ 21 كانون الأول. هو أول يوم في فصل الشتاء. تمام. عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي، فتصل دائرة الإضاءة إلى ما بعد القطب الجنوبي. دائرة ما بعد القطب الجنوبي وتكاد تلامس الدائرة القطبية الشمالية، لذلك يحدث الفصل الشتاء، فصل الشتاء في النصف الشمالي وفصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي. تمام، بالعودة إلى الصورة كما نلاحظ هنا على هذا الشكل، نلاحظ أن الميلان المحور يؤدي أن دائرة الإضاءة لا تصل أبدا إلى القطب الشمالي، تلامس فقط تمام الدائرة القطبية الشمالية، لذلك كما نلاحظ هنا هذه هي الدائرة القطبية الشمالية، دائرة الإضاءة يا دوب تلامسها، فلو دائرة الأرض حول نفسها لن تصل إليها أشعة الشمس، لذلك يكون هنا ليل دائم، يعني صباح مساء أحد اثنين ثلاثة ليل دائم، عكسه في النصف الجنوبي يكون عندهم فصل الصيف كما نلاحظ في الأسفل. دائرة الإضاءة لم تمر، هذا هو المحور، لم تمر من المحور بالعكس، بل هي تخطته نقطة القطب و أدخلت ضمنها الدائرة القطبية الشمالية كلها أصبحت، فعندما تدور لا تغيب الشمس، تكون هنا النهار 24 ساعة. شمس منتصف الليل. تمام، هذا شمس منتصف الليل، تكون هنا شمس منتصف الليل في النصف الجنوبي، أما في النصف الشمالي يكون الليل الدائم، لذلك يقال أنه عند نقطة القطب الشمالي الليل هو ستة أشهر والنهار هو ستة أشهر عند نقطة القطب تماما، ويختلف ما بين دولة وأخرى في هذا الشيء. في السويد هناك بستوكهولم يقال هناك سبع ليالي بيضاء في الصيف، سبع ليالي لا تغيب عنها الشمس لأن ستوكهولم تقع إلى شمال الكرة الأرضية لكنها ليست عند نقطة القطب، وفي العكس بالشتاء هناك سبع ليالي سوداء، سبعة أيام لا يرون فيها الشمس أبدا، ثم تبدأ بالظهور لمدة ربع ساعة ثم أطول 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 لحتى يصبح نهار كامل. هذا هو يحصل على الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية في هذه المناطق لا يعتمد عليها كما مناطقنا. مناطقنا الطاقة الشمسية إشعاع شمسي كبير، هناك يستعدون بالأمواج، التيارات، حتى هناك يعني جبتي سؤال أنا يعني هو خارج موضوع درسنا قليلا أو ندوتنا بس بلامسها من ناحية، أنه تكلفة تدفئة البيت في السويد أقل من تكلفة تدفئة البيت في سوريا. مع أن السويد هي أقرب إلى القطب الشمالي وهي باردة جدا. ما هو السبب ولا يوجد شمس؟
أولا طريقة البناء، البناء كيف يواجه أشعة الشمس ولا هناك بناء يغطي بناء. ثانيا المواد العازلة في البناء، طريقة إحكام النوافذ وطرق مبتكرة في تدفئة المنازل. إحدى المدن هناك تدفئة عن طريق أجهزة الكمبيوتر، الحرارة التي تخرج من المروحة في جهاز الكيس عند الكمبيوتر تجمع هذا الهواء الساخن ويدور في البناية ويحصلون على التدفئة. لذلك هناك الإنسان جبار، يعني لن إذا غابت الشمس هناك مصادر أخرى للطاقة البديلة. تمام. إذا تابعنا رؤية الفيلم وجعلنا الصورة تمر، نلاحظ أن الأرض هنا لو تدور حول نفسها أبدا أشعة الشمس أبدا لا تصل إلى القطب الشمالي، ولكنها تجتاز المحور في القطب الجنوبي، لذلك يصبح نهار دائم في الجنوب وليل دائم في الشتاء. نتابع جينوري فبراير، يعني كانوا الأول شباط، وصلنا إلى شهر آذار. في شهر آذار هناك، قبل أن نتحدث عنه سنوقف الصورة قليلا، نلاحظ هناك أن خط دائرة الإضاءة يمر من منتصف الكرة الأرضية تماما، يمر من محورها في الشمال ومحورها في الجنوب. متى أنس صفاء يحدث الاعتدال الربيعي؟ في أي يوم؟ أين الشمس تكون عمودية؟ ما هو طول الليل والنهار وما سبب ذلك؟ في 21 آذار هو يحدث الاعتدال الربيعي. تمام. تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء. يتساوى طول الليل والنهار، فبيكون عندنا في نصف الكرة الشمالي اعتدال ربيعي، في نصف الكرة الجنوبية اعتدال خريفي. تمام. ويمر دائرة الإضاءة من القطبين، في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، لأنه تتوزع الحرارة بالتساوي بين نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. تمام. فاعتدال ربيعي بالنصف الشمالي، اعتدال خريفي بالنصف الجنوبي. نعم، نلاحظ كلمة سبرينج في الشمال يعني فصل الربيع، فول في الجنوب هو فصل الخريف، والسبب هو انه الشمس عموديه على منتصف. تمام. تتوزع الحراره بالتساوي، ضوء الحراره بالتساوي بين نصفي الكره الارضيه الشمالي والجنوبي، ودائره الاضاءه تمر من القطبين، تلامس القطبين. تمام. فالحرارة بالتساوي. تمام. نتابع الرحلة الآن مع الكرة الأرضية ونختصر الوقت، وسوف يمر الآن 3 أشهر في ثواني كما سنرى كيف الأرض تدور حول نفسها. صارنا في شهر نيسان أبريل، ثم في مايو شهر أيار، لنصل إلى جون وهو شهر حزيران. في تماما في أي يوم أنسة وفاء يحدث الانقلاب الصيفي في شهر حزيران؟ بأي يوم؟ في 21 حزيران يحدث الانقلاب الصيفي. تمام. الشمس تكون عمودية على مدار السرطان، نلاحظ بأن الليل قصير والنهار طويل، يكون أطول نهار في السنة عند مدينة مرمانسك القريبة من القطب الشمالي. بدءا من 21 من 23 أيلول تبدأ بتناقص النهار لصالح الليل، مما لأن دائرة الإضاءة تكون على نصف الشمال أكثر من النصف الجنوبي للكرة الأرضية. كما نلاحظ أنه فعلا دائرة الإضاءة في الشمال قد تجاوزت هنا، بعكس الحالة الأولى تجاوزت المحور وغطت الدائرة القطبية الشمالية كلها، في حين أبدا تلامس الدائرة القطبية الجنوبية ولا تصل إليها، لذلك يكون هناك ليل دائم بعكسها. يكون فصل الشتاء في النصف الشمالي كما نرى، وفصل الصيف في الفصل الشمالي، والنصف الجنوبي فصل الشتاء. بالمرور إلى شهر آب فأيلول، في تحديدا 23 أيلول أنس صفاء يحدث الاعتدال الخريفي. ما هو الاعتدال الخريفي وكيف يحدث الاعتدال الخريفي؟ الاعتدال الخريفي نفس الاعتدال الربيعي، تكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء. في النصف الشمالي بيكون عنا الاعتدال الخريفي، في النصف الجنوبي يكون عنا اعتدال ربيعي، وكمان دائرة الإضاءة تلامس القطبين، تمر من القطبين، يعني بتساوى طول الليل والنهار في نصفي الكرة الشمالية. تمام. والجنوبي. يعني هلا الحمد لله البارحة هطلت الأمطار، هل نعتبر أنه البارحة بدأ فصل الشتاء؟ فصل خريف حاليا، فصل الخريف. إذا ليس لسقوط أمطار علاقة. نحن في فصل الخريف، أصلا لم يبدأ فصل الخريف إلا منذ حوالي الأسبوعين أو أكثر قليلا، 3 أسابيع، لأنه بدأ الخريف في 23 الشهر الماضي، فسبعة أيام من الشهر الماضي، والآن نحن في 13/10، معناتها فصل الخريف قد مر عليه في سوريا الآن وفي النصف الكرة الشمالي عموما 20 يوما. هناك باقي من فصل
الخريف تتمت الثلاثة أشهر، تتمت التسعين يوم وهو 70 يوم. إذا في هذا 70 يوم قد يأتي أيام باردة جدا، أيام دافئة مختلفة، لكن هناك ميزات تميز فصل الخريف. نلاحظ أن الأوراق تبدأ بالإصفرار والتساقط، نلاحظ هناك أيام ممطرة وأيام غير ممطرة، لذلك يتميز بالاعتدال فصل الخريف. ثم بعد الخريف تعود الأرض فتعود إلى الفصل الشتاء وإلى بقية الفصول المتعاقبة. في عنا مجموعة صور في الكتاب أيضا تشرح هذه الفصول، لكن بما أنه هي نفس الشرح لذلك نتخطاها وننتقل إلى سؤال أجبنا عليه خلال الندوة، ولكن هو موجود في النهاية، هو لماذا تكون الفصل إذا عكسناه صيف في النصف الجنوبي، لماذا يكون فصل صيف بالرغم ان احنا في نقطة الاوج، يعني تكون الارض في نقطة الاوج يعني هي بعيدة عن الشمس، لماذا يكون فيها في النصف الجنوبي مثلا فصل صيف؟ نفس الجواب الموجود في الكتاب اللي هو تكون الارض في ابعد مواقعها عن الشمس، تمام، بعيدة، وهذا يكون فصل صيف، فصل صيف لان النصف الجنوبي يكون مواجه لاشعة الشمس فهو اكثر تعرضا للحرارة فيكون فصل صيف، في حين النصف الشمالي مبتعد عن اشعة الشمس ويكون فيه فصل شتاء، وليس هناك علاقة للحضيض او الاوج. هناك تمرين في الكتاب الجديد طبعا في التعديل لهذا عن هذا الكتاب، هو عن شخص انتقل من غرب خط التاريخ إلى شرق خط التاريخ ووضعت الخطوط الطول، فهذا التمرين يعتبر تمرين مركب، يعني يجب أن يحاول الطالب حله، سنجيب عليه نحن في الندوة القادمة عن هذا الجواب، أنه هل يكون اليوم ثلاثاء، هو اختار الإجابة الصحيحة ثلاثاء والساعة كذا، عليه أن يحل التمرين، أولا سوف يحل هل ننقص يوم أو نزيد يوم، إذا اتجه المسافر إلى شرق خط التاريخ فسوف ينقص يوم، إذا الغرب سيزيد يوم، حل الجزء الأول، الجزء الثاني في أي ساعة يجب أن يرى فرق خط التوقيت بينهما، ما هو الفرق بينهما حتى يعرف ما هي الساعة. إذا رجعنا وعدنا إلى مسائل الساعات، يعني يجب أن لا يخاف الطالب من هذه المسائل، بما أنه البقية لدي قليل من الوقت سوف أعيد الخطوات بالترتيب لمعرفة الساعة ولمعرفة خط الطول. هناك ثلاث خطوات إذا أردنا أن نعرف الساعة، الخطوة الأولى فرق حساب فرق خطوط الطول، تمام، لنعرف كم خط طول، إن كانت المدينتين في جهة واحدة بالنسبة لجرينيتش نقوم بعملية الطرح، تمام، سواء كانت شرقا أم غربا، إن كانوا في اتجاهين مختلفين نقوم بعملية الجمع، تمام، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية نقوم بعملية تحويل الخطوط الطول إلى ساعات، نقوم بعملية القسمة على 15 لأن كل حزمة ساعية تعادل 15 خط طول، وبالتالي كل 15 خط طول يحتاجون للمرور أمام الشمس ما يعادل ساعة تقريبا. بالخطوة الأخيرة هو عملية حساب الوقت، إن كنا متجهين باتجاه الشرق نقوم بعملية الجمع، باتجاه الغرب نقوم بعملية الطرح، تمام. بالعكس إذا عرفنا خطوط الطول لواحد من المدن وعلينا أن نعرف في المدينة الثانية ما هو خط الطول، ما هي الخطوات أنسي؟ نطلع فرق خطوط الطول، أول شيء فرق خطوط الطول منقسم خطوط الطول على الساعة على 15 خط طول مشان نطلع كم ساعة بيحتاج للمرور، ثم إما نجمع أو نطرح حسب الاتجاه، تمام، نجمع إذا كنا إلى الشرق ونطرح إذا كنا إلى الغرب، تمام. كما نلاحظ على الشاشة الآن هناك تصوير لمسألة ليست موجودة في الكتاب ولكن لنفهم متى نجمع ومتى نطرح. هذا هو خط جرينيتش كما نلاحظ، خط جرينيتش سوف نحسب الفرق بين مدينة طرطوس كما نلاحظها على يسار الشاشة يسارنا وبين نيو دلهي عاصمة الهند. طرطوس هي على خط 36 شرق جرينيتش ونيو دلهي 77 شرق غرينتش. كم يبلغ فرق التوقيت بين المدينتين؟ لا أريد أن أعرف كم الساعة هنا وكم الساعة هنا، كم هو فرق التوقيت؟ الخطوة الأولى يجب أن أعرف فرق خطوط الطول، بما أن الخطين كما نلاحظ شرق خط غرينتش فنقوم بالطرح، 77 ناقص 36 يساوي 41 خط طول. هنا بما أنه لدينا رقم لا يقبل القسمة على 15، يعني ما نضعف 15، سوف نضطر أن نضرب بأربعة ثم نقسم على 60.
سنلاحظ الآن سوف نقوم بالضرب بأربعة والتقسيم على 60. فواحدو 40 ضرب 4 تساوي 164 دقيقة، أي يعادل ساعتان وأربع وأربعين دقيقة. إذا الفرق بالتوقيت بينهما هما ساعتان وأربع وأربعين دقيقة بالتمام. فأي ساعة يعطونها في طرطوس سوف أضيف عليها ساعتان وأربع وأربعين دقيقة لأعرف التوقيت في نيودلهي. وإذا أعطوني الوقت في نيودلهي سوف أطرح منها ساعتان وأربع وأربعين، لأن هنا من نيودلهي باتجاه طرطوس اتجه نحو الغرب، لو هي في شرق غرينشو لكن اتجه في اتجاه الغرب، والعكس صحيح باتجاه نيودلهي. إذا أيضا جربنا مسألة أخرى بين مدينتين أخرتين على جانبين مختلفين من خط غرينتش كما نشاهد الآن في الفيلم، سوف نشاهد في الجهة الأخرى بين مثلا لشبونة عاصمة البرتغال وبوخارست عاصمة رومانيا. نلاحظ أن هذا الخط الأحمر هو خط غرينتش، نلاحظ أن مدينة لشبونة في البرتغال هي غرب خط غرينتش ببعد حوالي 9 خطوط، وبوخارست إلى الشرق من غرينتش في شرق خط غرينتش ب 26 درجة. نلاحظ هنا وهنا أعطوني الساعة 12 في لشبونة، أما في بوخارست وضعوا لي إشارات استفهام لا غير معروف الساعة. نلاحظ أنه جزء من القسم هو في الغرب وجزء في الشرق، كما قلنا قبل قليل ماذا نعمل؟ نجمع خطوط الطول 9 زائد 26 نجمعهم بيطلع معنا 9 زائد 26 34 30 وال 34 خط طول هو المسافة بين أو فرق خطوط الطول بين الدولتين أو بين المدينتين، إذا الفرق هو 35. أيضا هنا ألاحظ أن الرقم لا يقبل القسمة على 15، ليس مضافة إلى 15، أضرب بأربعة يساوي 140 دقيقة أي حوالي ساعتين وثلث الفرق في التوقيت بين بوخارست ولشبونة. بما أن بوخارست في الشرق ولشبونة في الغرب لذلك بوخارست تسبقها في التوقيت، لذلك بما أنه أعطوني الوقت في لشبونة الساعة 12 ظهرا وأتجه شرقا فيجب أن أضيف تمام الساعتين والثلث إلى ساعة تمام 12 زائد ساعتين وثلث تصبح ساعة 14.3 أي أنه ساعتين وثلث هو الفرق بالتوقيت بينها. كما لاحظنا المسألة بسيطة، وعندما يصل الطالب إلى نقطة تصعب عليه يقوم بالرسم، يرسم خط خط غرينتش ويحدد الخطين الطول هل هما إلى يمينه أو إلى شماله أو واحد إلى يمينه واحد شماله. اليمين هو الشرق والشمال بالنسبة لنا أو اليسار هو الغرب. عندما يرسمها يستطيع كما نراه. ما الذي ساعدنا في حل هذه المسألة هنا؟ أن رأينا أين الخط الطول، أين تقع المدينة الأولى بالنسبة لخط غرينتش، أين تقع المدينة الثانية، واتبعنا الطريقة تمام. إذا هي من أسهل بسيطة عندما نفهمها ونقوم بهذا الرسم التوضيحي. طبعا هذه وحدة الفلك هي عبارة عن ثلاثة دروس كما رأينا، درس عن المريخ ودرسين عن حركتها الأرض. طبعا حركتها الأرض كما قلنا نعيد نجمل أنس وفاء، الحركة الأولى ما اسمها وما نتائجها، والأنسة صفاء سوف تذكرون بالحركة الثانية ونتائجها. الحركة الأولى للأرض هي حركة الحركة المحورية دوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق بعكس اتجاه عقارب الساعة مرة كل 24 ساعة. ينجم عنها مجموعة من النتائج، أولها تعاقب الليل والنهار، اثنين اختلاف التوقيت، ثلاثة تفلتح الكرة الأرضية، أربعة انحراف الأجسام. تمام. أما الحركة الثانية هي الحركة الانتقالية نتيجة دوران الأرض حول الشمس لمدة 365 يوم وربع، وثبات ميل المحور على مستوى مدارها بزاوية مقدارها إذا ما بدنا نذكرها مو إشكال. هاي بالنسبة لنتائجها نتائج حركة الأرض الانتقالية حدوث الفصول الأربعة واختلاف طول الليل والنهار. تمام. سألت أحد الطلاب عن حدوث الفصول الأربعة فأجابني قال السبب الأول هو دوران الأرض حول الشمس، السبب الثاني ثبات ميل محور الأرض على مستوى مدارها بدرجة ثابتة. تمام. سألته علل اختلاف التوقيت طول الليل والنهار بين منطقة وأخرى على سطح الأرض، فتوقف ولم يعرف الإجابة، لكن بعد قليل فكر أنه هي من نتائج الحركة الأرض الانتقالية، فهو نفس الجواب الحركة يعني هو الحركة الانتقالية وثبات ميل المحور أيضا. قلنا له على ظهور الشمس منتصف الليل نفس تمام شكرا لك. فعلا إذا كمان ما هو سبب ظهور الشمس منتصف الليل يكون الجواب بسبب دوران الأرض حول الشمس وميلان محورها. إذا كل
النتائج يكون الجواب لها نفس الجواب لأن هي نفس المسببات وكذلك أيضا في الحركة المحورية. أتمنى أعزائي الطلاب والمشاهدين والمدرسين أن نكون في هذه العجالة في هذه الندوة قد استطعنا بقدر الإمكان أن نذلل الصعوبات ونزيل الوهم والصعوبة التي يراها الطالب في هذه الوحدة بالذات وفي مسائل التوقيت التي كررناها مرتين لنري الطالب كم هي سهلة حساب فرق التوقيت إذا فهمنا موقع المدينتين بالنسبة لخط غرينتش والخطوات حفظناها ماذا سوف نفعل لمعرفة الفرق بين التوقيت بين المدينتين. وأيضا رأينا أنه كيف هناك تأتي مجموعة من الأسئلة هي استنتاجية. سألت الأنسة صفاء قبل قليل أنه إذا وقفنا على أي كوكب يجب أن أقف حتى أرى الحركة التراجعية مثلا لزحل، فهي يجب أن ترى ترتيب الكواكب، سوف تقف على الكوكب الأقرب إلى الشمس لتنظر إلى الأبعد، فيجب أن ترى ما هو قبل زحل فهو المشتري، إذن يجب أن نقف على المشتري. هذا السؤال ليس موجود في الكتاب لكن هو نفس القانون، نفس القانون. لذلك عندما نرى هناك أسئلة إبداعية أو أسئلة استنتاجية في الجغرافيا أبدا ليست من خارج الكتاب، وإن كانت صيغتها من خارج الكتاب لكن الجواب سوف يكون داخل الكتاب. كل الشكر لكم على حضوركم زملائي. شكرا لك أنسة صفاء موجهة اختصاصية للجغرافيا في ريف دمشق على حضورك. شكرا أنسة صفاء. والشكر كان أيضا لك أنسة وفاء على أيضا حضورك مدرسة في ريف دمشق، جئتي لإغناء هذه الندوة. شكرا لك. الشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين والطلاب والمدرسين على حسن المتابعة. أتمنى لكم الفائدة، أتمنى من الطلاب أن يبدأوا هذا العام الدراسي بالجد والاجتهاد وتنظيم الوقت لكي يصلوا إلى النهاية وهم مرتاحين إلى الامتحان وهم مرتاحين وقد اجتازوا صعوبات هذا الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. والشكر أيضا موصول لوزارة التربية التي لا تألو جهدا في تقديمه للفائدة للطلبة والمعلمين، والشكر الأكبر للفضائية التربوية السورية التي تستضيفنا دائما لتصل إلى كل بيت وإلى كل طالب وكان لها دور كبير في الفاقد التعليمي وإيصاله إلى جميع أبنائنا الطلبة. شكرا لكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.